الأعزاء يسعدنا أن نلتقي بكم في قناتنا مليون حكاية. ميزة هذه الحضارة بطبيعة الزراعة قامت أينما استقر الإنسان المصري القديم وزرع الأرض، وكانت الزراعة أساس الرخاء والمورد الهام موارد ثروته. قد أحسن المصري القديم استغلال الأرض وكذلك موارد مصر الطبيعية لسد احتياجاته، كما يعد نهر النيل من أهم العوامل الطبيعية التي ساعدت على قيام الحضارة المصرية. قد رغب المصريون قدماء النهر وعرفوا كيف يستفادون من مياه عن طريق وضع مقاييس لتسجيل أيام الفيضان ودرجة ارتفاع المياه وانخفاضها وإقامة السدود وحفر الترع والقنوات، واستخدام الشادوف والمنجل والمحاريس التي تجرها الثيران لتمهيد الأرض ثم لدراسة المحصاصيل. حرس الأرض بالمحرس القديم. مرت الزراعة في مصر القديمة بعدة مراحل، وكانت زراعة المحاصيل تبدأ بعد أن تنحصر مياه الفيضان عن الأرض إلى نهر النيل، وكانت الزراعة وقتها شديدة البساطة ويمكن إيجازها في عدد من المعاملات الحقلية، كما تشير إلى ذلك دراسات وبحوث المتحف الزراعي التابع لوزارة الزراعة بالضبط، مثل العصر وكان يقوم به الفلاح لتقليب الأرض بالفأس تقليبا بسيطا وحرثها بمحاريس تجرها الثيران إمعانا في زيادة عمق تقليب الأرض، ثم بذر البذور وإطلاق الأغنام عليها لتغرسها فأرجلها تربة، ثم بعد نضج المحصول يأتي الحصاد، فيقوم الفلاح بعملية الحصاد وجمع المحصول في شباك أو وضعه في شكل حزم لنقله إلى الأجران، تدرسه الدواب والمشير، وأخيرا تأتي مرحلة التخزين، وعندها يكون الفلاح قد قام بعملية تزرية الحبوب وغربلتها وتسجيل مقدار المحصول وتخزينه في صوامع لحفظه. وكانت مصر منذ آلاف السنين تشتهر بزراعة أصناف كثيرة من الحبوب والنباتات والخضروات من الفول والعدس والذرة العويجة الصيف والحلبة والخيار والبصل والخس والفواكه التين والعنب والنب والجميز والبلح، وهناك أيضا المحاصيل الزيتية مثل السمسم والخروع، كما بدأت زراعة الزيتون منذ الأسرة الثامنة عشر ولكنه كان نادرا في الغالب. صوامع التخزين، دراسة القمح بمرور الدواب المنشية عليه. بعد عملية حصاد القمح ودراسته وتزريع الحبوب وغربلتها تأتي مرحلة تخزين الغلال وصوامع مخصصة لها تتميز بشكلها المخروطي، كان يزيد ارتفاعها قليلا عن طول الشخص الواقف وذلك لسهولة رفع الغلال إليها. كانت لها فتحات صغيرة في أعلاها بينما كانت أرضية الصوامع تغطى بطبقة سميكة من فتات الحجر منعا لتسرب الفئران إليه. وكان صاحب عملية تخزين القمح صوامع عملية تسجيل الكتاب المختصين في تدوين وإحصاء الكميات المخزنة تحت بند مرتبات غلال، وكان القمح ضمن المرتبات التي تصرف للموظفين، هي الطريقة والوسيلة المعروفة والمعتمدة في مصر لتخزين الحبوب. صوامع حفظ الغلال، بوجود سيدنا يوسف عليه السلام على خزائن الأرض وتوليه المسؤولية عن توفير الغذاء والمؤن والحبوب، طرح سيدنا يوسف على عزيز مصر وقتها وخاصة بعد رؤيته أن البلد سيمر بسنوات مجاعة وقحط وسوف يستمر لمدة 7 سنوات، طلب زراعة القمح بكثافة وفي مساحات كبيرة أكثر من التي كان يتم زراعتها كل عام، مع تخصيص جزء من المحصول الاستهلاك اليومي والشهري بينما يتم تجنيب جزء آخر من المحصول وتركه في سنابله دون دراسة وتزريعته، بل أوصاه بأن يظل القمح في السنابل بطريقة جيدة تخزين وحفظ القمح من التلف وعدم التسوس، وبالفعل تمت هذه الطريقة وظل القمح حوالي 15 عام سليما من التلف والضرر وعدم التسوس. صوامع القمح القديمة كما خلدها القرآن وقال الله تعالى: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنابله إلا قليلا مما تأكل، صدق الله العظيم. وأكد عدد كبير من العلماء في العالم العربي والإسلامي على أن هذه الآيات جاءت إلهاما من الله سبحانه وتعالى لنبيه يوسف عليه السلام لكي ينصح تخزين المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير والأرز في سنابله، وأكدت التجربة فعلا أنه أفضل نظام لحفظ تلك المحاصيل سواء طالت مدة ذلك الحفظ أم قصرت. قد طبق سيدنا يوسف عليه السلام لمدة 15 عاما دون أن تفسد، وبقت طوال هذه المدة محافظة على قيمتها الغذائية كاملة وعلى حيويتها وقدرتها على الإنبات والنمو. صومعة لحفظ الحبوب في مصر القديمة، اكتشفت البعثة الأثرية المصرية النمساوية المشتركة العام
كاملة لمعبد كوم أومبو بأسوان جنوب مصر يرجع إلى العصر الانتقالي الأول، كان يستخدم التخزين للحبوب وتوزيعها. وكشفت البعثة عن أكثر من 20 صومعة مخروطية أثناء أعمال الحفائر في الناحية الشمالية الشرقية من المعبد البطلمي منطقة معبد كوم أومبو، ويرجح أنها منشأة إدارية كانت تستخدم لتخزين الحبوب وتوزيعها في مصر في عصر الانتقال الأول من عام 2180 حتى 2050 قبل الميلاد. صومعة حفظ الحبوب في مصر القديمة، ووصفت وزارة السياحة والآثار المصرية هذا الكشف بالهام والفريد من نوعه في المنطقة، حيث أنه يشير إلى أهمية مدينة كوم أومبو خلال عصر الانتقال الأول، أنها كانت ذات نشاط زراعي وتجاري مميز تقطن بها أعداد كبيرة من السكان. تعد صوامع الغلال التي وجدت في معبد أرامسيوم بالأقصر التي بنت بقباب من الطين هي من أشهر الصوامع في مصر والعالم القديم. كما يقول علماء الآثار أن صوامع أرامسيوم استمرت لمدة 1500 سنة حتى الغزو الروماني لمصر، حيث كانت الصومعة الشهيرة تكفي لإطعام مصر والإمبراطورية المصرية الممتدة في أنحاء العالم. من أجل القمح جاء البدو إلى مصر، وكانت محط أقدام الأنبياء التي زاروها، واقترن عند المصريين موسم الحصاد والأفق مثلما توضح رسومات مقابر طيبة. كما يوضح فرانسيس أمين لافتا إلى أن الرومان كانوا يطلقون على مصر لقب صومعة العالم لأن قمحها وخيرها كان يطعم العالم أجمع، ذاك مضيفا أن مصر استمرت في بناء الشوان والصوامع، حيث كان كل مدينة شونة أو صومعة حتى عصر الاحتلال الإنجليزي الذي توسع في زراعة القطن يكفي حاجات مصانعه في أوروبا. ويضيف أنه كان في كل معبد كانت توجد فيه صومعة الغلال، لافتا لأن المصري القديم اختار بناء الصومعة والشوان من خلال أدوات الطين اللبن، حيث كان لابد من التهوية للغلال، كما أنه قدس الصعبان الذي كان سببا رئيسيا في القضاء على الفئران التي تهدد الصومعة. كما قام العمال المحتجون في عصر رمسيس الثالث بتنظيم احتجاجات عنيفة أمام الصوامع الغلال برمسيوم، إذ قامت المظاهرات والاحتجاجات حين صرخ العمال المحتجون لا نجد ما نأكله إن عرش فرعون اهتز. يقول الباحث الأثري حازم الكريتي أن القمح من أهم المحاصيل التي زرعها مصر القديم لسد حاجته من الغذاء، بل وقد غطى حاجته وصدر دول العالم القديم أجمع. فكانت مصر تعد سلة غلال العالم القديم، وكان القمح أهمية عظيمة، إذا كان الطعام اليوم الرئيسي للمصر القديم هو خبز القمح أو الشعير مع الجعة، لافتا إلى أنه كان القمح عدة أسماء منها سوت التي تحولت في اللغة القبطية لسوزو أو بوتت، كما ظهر في نقوش تعود للأسرة الخامسة بول الذي اشتقت منه الكلمة العربية بر بمعنى قمح. وأضاف أن حصاد القمح كان يمر بعدة مراحل، كان أولها مرحلة تقطيع المحصول باستخدام المناجل، وكان الزراع يقفون في شكل مجموعات متجاورة. بعد ذلك تأتي مرحلة الدرس، وهي المرحلة التي تستخدم فيها الثيران والتي تقوم فيها الحيوانات بالسير على النبات تفصل البذور عن السنابل. قد وجد في مقبرة با خيري أغنية تقول ادرس أيتها الثيران فالتبن سيكون علفا لك والحب من نصيب أسيادك، ثم تأتي مرحلة التذرية وهي المرحلة التي تجري لتخليص الحبوب من القش، وعادة ما كانت تؤديها النساء باستخدام بعض الأدوات الخشبية المزراة، وكانت عادة ما تتم في الأواء الطلق. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، هنا نتوقف، ويسعدنا أن نلتقي معكم حلقة جديدة، ونتمنى أن تنال حلقتنا إعجابكم. إذا كان لديكم ملحوظات نرجو التواصل معنا.